طب هلا قولي لي بقى، انت قدامك 3 ميداليات، ايه دول عباره عن ايه بقى؟ والله بص، هي انت شايفاهم الاول ولا هو هتقلبيهم؟ انا يعني كده هخمن. اعتقد ان ديت ميداليه كاس العالم الاخر واحده اللي هي او دي فران، الاغلب ده ودي اغلى اعتقد، واحده على قلبي يعني بصراحه يعني. ودي اللي هي شير بينك انت ومؤمن. ده هي كل حاجه شير بصراحه يعني، مش هكذب يعني، كل حاجه شير. دي كاس العالم، ودي البطوله الافريقيه مؤهله للاولمبياد، ودي البطوله الدوليه في المانيا. هما دول اغلى 3 على قلبي. دي كان في بطوله في المانيا في شهر 4 في دورتموند، كانت بطوله دوليه مفتوحه، ودي الميداليه الاولى، الميداليه الذهب، ما شاء الله. بس هي عاملينها كريستال يعني لا مش وكده. مشكله، بس الذهب خلاص يا هصدقيلك، ذهب اول مكتوب هصدقيلك اول. برضه. فدول اغلى 3 على قلبي يعني، هما دول اللي كانوا يعني زي ما بقول لحضرتك كده، دول من ضمن الاهداف الصغيره اللي انا كنت حطاها يعني، والحمد لله في غيرهم كتير بس دول اهم يعني. ما شاء الله.